في بقية التطورات الميدانية، قتل 10 أشخاص بينهم مدنيان في تجدد المواجهات المسلحة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية على أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن. وقال شهود عيان ومصادر في المقاومة إن مواجهات دارت بين الطرفين عند المداخل الشمالية لمدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع. وقصفت قوات المقاومة سيارة عسكرية تابعة للحوثيين شمالية المدينة، وهو ما أدى إلى تدميرها ومقتل 8 مسلحين على الأقل.